تفضل بنتك، كانت سهرانه في نايت كلاب. انت كنت بتعملي ايه هناك؟ ده بجد؟ انت بتسالني انا؟ بدل ما تشوف بنتك اللي عندها 16 سنه كانت سهرانه مع واحد صاحبها؟ بتغفليني انا؟ خلاص يا عمر بالراحه. انا؟ بتقولي راح سينما؟ عمر عمر اطلعي استنيني فوق. وده بقى الواد اللي كان معاها؟ شكله عنده 30 سنة. 28 قصدي ده تبعي أنا، شغل. مش صغير عليك يا؟ ما بلاش أنت. طب بقول لك إيه، تعالي نطلع نتكلم فوق. مش هينفع أوقف في الشارع دي. حبيبي معلش أنا آسف، بس يعني هنطلع فوق، موضوع عائلي وأنت غريب. معلش يا هشام، أنا بس هطلع أتخانق ونزلك على طول. ما تتحركش ها؟ استناني بليز. جود لك. ثانك يو. أنا نفسي أفهم أنت ما كلمتنيش ليه؟ إحنا مش اتفقنا لو في أي حاجة حصل تكلمني؟ فريد أنا ما كنتش عاوز أقلقك. ما كنتش عايز تقلقني ولا ما كنتش عايز تبان إنك غلطان؟ فريد من فضلك وطي صوتك عشان الجيران، انا مش عاوز فضايح. هو ده المهم ان الجيران ما يسمعوش؟ اهم حاجه عندك ان شكلنا يبقى حلو من بره؟ انت اللي بتقولي لي انا الكلام ده؟ انت؟ انت اللي طول النهار تكتبي للناس كلها عن دليلك الذكي لزواج السعيد وهو ولا سعيد ولا زفت؟ عمر معلش الصوت عشان شادي. مساء الخير يا فريده. مساء النور، اهلا. عمر انا عايزه ولادي. مش النهارده يا فريده. انا بكره هجيبهم لك لحد عندك. احنا هنعرف ناخد بالنا منهم كويس النهارده. احنا؟ واحنا دي بقى بتعود على مين ان شاء الله؟ انت والفنانه الصاعده؟ فريده هو انت عاوزه ايه بالظبط؟ عاوزه ولادي، صعبه؟ لا مش صعبه، بس انت متخيله ان ده ما كانش هيحصل عندك في البيت؟ لا ما كانش هيحصل. ليه؟ عشان انت فريده اللي بتعرف تعمل كل حاجه صح؟ اللي بتعرف تكتب عن الزواج السعيد وعن تربيه الاطفال، فريده، فريده اللي ما بتغلطش. لا بغلط يا عمر، بس لما بغلط بقول وعلى الاقل بحترم سني. يا شيخ يا شيخه بتحترمي سنك فعلا، اما الواد اللي تحت ده كان ايه؟ انت فاكره انه دخل عليا انه كان شغل؟ شغل ايه اللي في نايت كلابس؟ نايت كلابس في انتصار الليالي؟ ايه بتكتبي كتاب عن دليلك الذكي اللي نزل وقام مع هشام؟ يا شيخه بابا هو انتوا ليه رجعتوا تتخانقوا تاني؟ اسفه قوي يا هشام والله. موقف كان بايخ وعمر كان بايخ و ما تقوليش اي حاجه، اهم حاجه دينا كويسه. وانا زهقت جامد قوي فيها؟ يعني ما كانش المفروض اعمل كده. كده هتهند اكتر. هو انتم ما طلعتوا فوق اتخانقتوا تاني؟ يوه دي كانت ملحمه. بس ما بيني انا وعمر بقى ولاد سما و مع اننا كنا مأجلين موضوع الطلاق ده عشان ما يتأثروش. مش دايما الطلاق بيبقى حاجه وحشه يا فريد. مش هعرفك، انت كنت جربته؟ هو انا لازم اجرب الحاجه عشان يبقى ليا رأي فيها؟ ايوه. ما انت لسه صغير. بصي هتقولي سني صغير وكده همشي يا فريد. خلاص خلاص، انت مش صغير، انا اللي صغيره.